بالنسبة للأطعمة المفضلة خلال فترة الحمل، نفضل الأطعمة الصحية، يعني دائماً نركز على البروتين ونقلل الكربوهيدرات خلال فترة الحمل. يعني كسيدة حامل بنصحك دائماً تركزي بالفطور على البيض، على الأجبان، الألبان، ونقلل الخبز والرز، المعكرونة، المعجنات. هاي الأكل بتزود الكربوهيدرات وبالتالي بتزود الريسك إنه السيدة تنصاب بسكر الحمل. الغداء مثلا أنا لما أكل دجاج أو لحم أو سمك، فهو ينصح فيه أكثر ما أنه ناكل الوجبات اللي فيها العجين أو الفلور أو الطحين الأبيض، لأنه هاي بترفع نسبة السكر بالدم. دائما دائما يكون في سلطة وفي فواكه بشكل يومي للنظام الغذائي لأي حامل، وشرب الماء أهم شيء. دائما لازم تشرب السيدة الحامل على الأقل 2 لتر من الماء. وتذكري دائما أنه نحن بالسعودي الألماني نرعاكم كأهالينا، وأهلا وسهلا فيكم بأي وقت.